تجميل الأسنان في تركيا قطاع طبي متميز ومغري بالنسبة للأجانب طبعا، خاصة في الآونة الأخيرة، وكون تركيا في قلب العالم صاير وقريب من المنطقة العربية، وطبعا المعالجات السنية، المعالجات الأسنان أسعارها تضاهي العالم بكون أسعار قليلة بالنسبة لدول أوروبا والدول الثانية. بالنسبة للأجانب طبعا كون تركيا كميزة وجودة نفس ميزة الدول الأوروبا، وبأسعار مغرية، وحتى في تسهيلات التأشيرات الدخول ودخول الأجانب لتركيا يعني، لذلك الأجانب يقتصدونها للمعالجات السنية في الآونة الأخيرة خاصة وبشكل كبير. هناك أنواع عديدة لعملية تجميل الأسنان متميزة، منها مثل ما ذكرتم ابتسامة هوليوود. ابتسامة هوليوود عبارة عن لون معين، بياض ناصع وجميل، وشكل معين أيضا، والشكل واللون نختاره نحن حسب المريض كيف يريد الشكل وكيف يريد اللون، حسب ما يريده نختار الشكل واللون. وهناك أيضا بالابتسامة، بالإضافة لابتسامة الهوليود، هناك نوع من الأسنان تلبيس يعني زيركون وإيماكس، يعني الزيركون والإيماكس جميلتان جدا أيضا يعني بالنسبة للتلبيس. وهناك طبعا نوع عادي سيراميك، نحن نقول بورسلان يعني في تركيا. العرب والأجانب عندما يأتون إلى تركيا فيطلبون المعالجات بجميع أنواعها، يعني ليس فقط الابتسام توليد أو الزيركون والإيماكس، يطلبون المعالجات القناة اللبية، وأيضا حشوات عادية، حشوات الأسنان، حشوات تجميلية بالإضافة للحشوات العادية، وطبعا بالإضافة لابتسام هوليوود. طبعا الزراعة عندنا في مجال واسع ونطاق واسع في مجال الزراعة، يعني يسألون عنه كثيرا، ونحن نعالج المرضى بالزراعة والحشوات. تركيا في السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع كبير في عدد المرضى الأجانب الذين يزورونها. كمثال في عام 2018 زارها 500,000 مريض تقريبا بعائدات 2 مليار دولار لتركيا. ما يميز تركيا هو الجودة العالية الموجودة فيها، المعايير الأوروبية الموجودة أيضا في المراكز الصحية، العلاقات الثقافية، الإرث التراثي المشترك بينها وبين العالم العربي، السعر الجيد المنخفض مقارنة بالدول الأخرى، التقنيات المتطورة المستخدمة أيضا، والموقع الجغرافي أيضا. في تركيا تبعد 4 ساعات عن 1.5 مليار من سكان العالم مثلا. بالنسبة للسائح العربي خاصة، تقريبا أغلب المراكز الصحية المشافي الكبرى فيها مكاتب تهتم بالمرضى الأجانب، على مرضى مكتب المرضى الدوليين مثلا. في كل مشفى هناك موظفين مترجمين مخصصين لمتابعة أمور المرضى. الشركات السياحية الطبية تهتم باستقبال المرضى من المطار مباشرة إلى الأوتيل ونقلهم من الأوتيل إلى المركز الصحي، وبعدها أيضا في بعد انتهاء العلاج الإيصال مرة للمطار والعودة إلى البلد. تركيا بدأت منذ عدة سنوات أو شهدت طفرة ملحوظة في زراعة الشعر، وهي الأولى عالميا في هذا المجال من حيث عدد زراعة الشعر. في السنتين الأخيرتين بدأ هذه الطفرة في مجال الأسنان أيضا، في مجال زراعة الأسنان، في مجال تجميل الأسنان من تبييض الأسنان وابتسامة هوليوود المعروفة هوليوود سمايل. ما يميزها هو كادرها الطبي الجيد جدا، الجامعات المتوفرة هنا،
التعليم الجيد والمراكز الصحية الخاصة أن توفر أيضا. شو دوار؟